قطعت الكونيكسيون دابا راني كنحاول على الله يربي تكون الكونيكسيون مزيانه مزيانه كونيكسي دابا الكونيكسيو طالع مزيان مزيان كتبان اوكي مزيان تري بيان كي بعدا لاباس عليكم كلشي بخير مبروك بعدا الناس ديال البكالوريا اللي, اللي نجحوا العائلات ديالكم الاخوان ديالكم اللي نجح وبالتوفيق الناس اللي بقاو في الراتراباج ان شاء الله ان شاء الله يا ربي حتى هما وان شاء الله نتوما بالتوفيق بالنسبه لكم في الامتحانات ديالكم ان شاء الله باذن الله الله ينجحكم حتى نتوما وبالتوفيق المهم طاقي الاصدقاء ديالكم اللي كتعرفوه بيولوجي ولا هذا يدخل معنا اللايف حتى هو يستافد أه باش يلا نبداو داك الساعه نبداو واحد شويه ونبداو اللايف ديالنا صافي اذا غادي نحاولوا في هذا اللايف هذا ان شاء الله باش ما غاديش نحاول نطول عليكم بزاف باش تكابطيو معايا غادي نهضروا شويه على واحد الموضوع اللي هو لي سيستيم دي كوردوني ياك و... وفي هذا الموضوع هذا غنحاول ما نطولش في اللايف بزاف فهمت باش نخليكم فرصه تراجعوا صافي لان عندنا غادي نديروا واحد جوج حوايج اللي هما مهمين وفي نفس الموضوع اللي هو سيستم كوردوني غادي يكون عندنا واحد يعني التتمه التتمه ديالو غتكون في اللايف الجاي فهمتوني صافي اتفقنا هادشي اللي غادي بالنسبه للبكالوريا غدا ان شاء الله نبداو البكالوريا غدا ان شاء الله يا ربي نعاونكم شي شويه في اللايفات والله يوفقكم ان شاء الله اللي يبقى راه تراباج حتى هو ينجح باذن الله يلا بحال باش نبداو كاملين مش عارف الساعه دابا ما تسعدوش 6 دقائق نزيدو شي 4 دقائق هكا نبداو صافي واحد 4 دقائق ونبداو باذن الله بالنسبه للباكالوريا غدا دابا ان شاء الله نبداو اللايفات غدا دابا نعلمكم نبداو نديرو اللايف نراجعو شي شويه خصوصا غادي نحاولوا نركزو على المات بالنسبه للباكالوريا لان بزاف ديال التلاميذ ما جابوش خصوصا في المات وغادي نركزو في اللايفات على المات ان شاء الله يلا باقا ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق نبداو اللايف صافي دعوا معنا غير مع الكونيكسيو تكون مزيانة ما تمشيش راه تسعود وسبعة ثلاثة دقائق نبداو بإذن الله ديرو عشرة نبداو وطاقي الاصدقاء ديالكم حراء الطلبه ديال البيولوجي باش كاملين نبداو صافي ثلاث دقائق ثلاث دقائق راه 9 و 7 دقائق مبقاش بزاف وكما قلت لكم غنحاولوا ما نطولوش في اللايف بزاف أه، انا غادي نقول لكم دابا شنو غادي نديروا ان شاء الله في هذا اللايف هذا غنعطيكم يعني البلون اللي غادي نخدموا عليه في هذا اللايف واللايفات الجايين باذن الله صافي يلا جوج دقائق جوج دقائق نبداو الله ربي الله راه هو تمنية تسعود و تمنية صافي مع عشرة نبداو إن شاء الله إن شاء الله بحول الله غادي نركزو داكشي اللي مهم اللي غادي تحتاجوه نتوما آه، غادي نمشيو علينا غير شوية في اللايفات ما غنزربو ما والو غنمشيو غير بشوية المهم هو أنكم تفهمو هذا هو الأساس وطبيعة الحال غنديرو تالي تي دي غنخدمو غنصحى مع تذاك لي اللي كنتو درتوهم مع الأستاذ آه، غادي نحاولو نصحوهم ونقدرو نزيدو تمارين أخرى إن شاء الله صافي غادي نديرو غير الحوايج اللي مهمين واللي غتحتاجوهم نتوما صافي يلا دقيقه قد دقيقه راهو تسعود طاقلوا طيب الاصدقاء بحرا باش نبداو الله غادي نبداو على بركه الله صافي راه تسعود و 10 دقائق اذا دونك غادي نبداو في اللايف ديالنا اذا قبل ما نبدا غير باش نهضروا على البلون اللي غادي نهضروا عليه آه كنهضر بالنسبه بعد هذا اللايف الاول ولا اللايف الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على هذا الموضوع اللي هو مهم ومهم بزاف اللي هو سيستيم دو كوردوني صافي مزيان غادي نحاولوا نهضروا على هذا على هذا على هذه الحاجه هذه يعني في هذا اللايف هذا وفي اللايف الجاي ان شاء الله صافي ومن بعد في اللايفات القادمه دائما راحنا في الرابي الماتيماتيك غادي نهضروا على لو برودوي سكاليغ ولو برودوي فيكتوريال ولو برودوي ميكست هذوك ماشي صعابين راه غادي تفهموا ان شاء الله ومن بعد عاد غادي ندخلوا باذن الله السينيماتيك والديناميك صافي اذا شوف الا فهمت لي لي سيستيم دو كوردوني الا فهمت مزيان هاد الفقره هادي بالضبط ما غاديش تلقى المشكل في السينيماتيك لان السينيماتيك غادي نحتاجو فيها بزاف لو سيستيم ديال لي كوردوني صافي ولهذا هادو خصكم تضبطوهم مزيان ضبط لي هادو مزيان باش تخدم السينيماتيك مزيان صافي اتفقنا واخا هاد السيستيم دو كوردوني واخا انا غادي نقول لكم شنو هما الحوايج اللي غادي نهضروا عليه غادي نهضروا انا نقول لك الحوايج اللي غادي نهضروا عليهم غادي نهضروا في هاد السيستيم دو كوردوني غنهضروا على لي كوردوني انا نسجل لك العناوين ومن بعد نطريطيو كل حاجه بحاجه لي كوردوني كارتيزيان هي اللي كنقولوا لها باللغه العربيه الاحداثيات الديكارتيه هي اللي كنقولوا لها بالعربيه الاحداثيات الديكارتيه لي كوردوني كارتيزيان هادو غادي نشوفوهم في هاد اللايف ان شاء الله كاينين لي كوردوني كارتيزيان كاينين لي كوردوني ندير غير جوج نقاط جوج شريطات بلا ما نعاود نكتبها لي كوردوني سيلندريك سيلندريك صافي وكاينين لي كوردوني بولير هادو حاله خاصه هاد لي كوردوني بولير حتى هما راهم هادو متعلقين بسيلندريك صافي دابا نشوفو لي كوردوني بولير وغادي نهضرو على لي كوردوني سفيريك هذا هو لو بلون اللي غادي نديرو في هاد الشابيتر ولا في هاد الفقره هادي شوف دابا ركز معايا مزيان سجل هاد المعطيات هادو سجلهم باش غنديروهم في اللايف اذا كما قلت لكم غادي نهضروا على لي كوردوني كارتيزيان احداثيه ديكارتيا غادي نهضروا على لي كوردوني سيلندريك جايين سيلند اسطوانه سيلندر هي الاسطوانه سيلندريك المهم الله اعلم لي كوردوني سيلندريك لي كوردوني بولار، هادو تابعين السيلندريك وكاينين لي كوردوني سفيريك مزيان انا شوف مزيان في هذا اللايف هذا علاش غادي نهضر باش قلت لك انا ما غاديش نطول عليك نتوما غادي تبعوا معايا جد الحوايج في هذا اللايف هذا غادي نهضروا على لي كوردوني كارتيزيان وان شاء الله غنهضروا على لي كوردوني سيلندريك هادو هما اللي غادي نديرهم في هذا اللايف صافي اذا اللايف الاول ديال هذا اليوم يعني دابا غادي نهضروا على لي كوردوني كارتيزيان وغادي نهضروا على لي كوردوني سيلندريك من بعد في اللايف الجاي غادي يبقاو لنا هادو بوليغ اللي هما حاله خاصه وغادي يبقاو لنا لي كوردوني سفيريك صافي اتفقنا يلا اذا هذا هو البلون اللي غادي نعتمدوه في هذا الشابيتر ولا في هذه هاد الفقره هذه اللي داخله في الرابيل ماتيماتيك اللي هي سيستيم دو كوردوني يلا دونك غادي نبدا اول حاجه مع لي كوردوني كارتيزين اللي هما ساهلين وبساطين ويمكن اي واحد فيكم راكم ديجا قريتوهم وعارفين هما ما غاديش تلقاو فيهم مشكل صافي يلا غادي ندوز دابا انا هذا الشيء وغادي ندوز للورقه اخرى أو غادي نبدا نهضر على اول حاجه غنهضروا عليها الاحداثيات الديكارتيه لي كوردوني ها هي لي كوردوني ديروا معنا غير هاد الكونيكسيون ما تقطعش لي كوردوني كارتيزيان الاحداثيات الديكارتيه ساهلين ما ماشي شي حاجه راهم ساهلين وبساطين واخا اشنو هما لي كوردوني كارتيزيان غادي نرسم بدا اول حاجه واحد الروبير واحد المعلم كما كنتو كتقراو داكشي لا في الباك ولا معلم متعامد ممنظم يقدر يكون حتى مباشر معلم متعامد ممنظم مباشر المهم هذا هو المعلم اللي هو الروبير ديالي هنا او اكس هنا او اي هنا او زد صافي هذا هو المعلم ديالي وغادي ناخذ هذه هاد المتجهه هذه وهاد المتجه هادي المتجهة المتجهات هادي سميها اي مثلا بغيت تسميها اي سميها اي إيه هادي جي وهادي كا اي جي كا هادي كتسمى لا باز لا باز اي جي كا مزيان شوف معايا مزيان اول حاجه غيبغيتو كملاحظه قبل ما نهضر على لي كوردوني كارتيزيان غادي نقول لك بان المتجه اي يعني الفيكتور الفيكتور اي هي كتسمى فيكتور اونيتار شنو هي اونيتار مني كتسمع متجهه واحديه فيكتور اونيتار يعني المنظم ديالك كيساوي واحد دابا الا قلنا باللغه العربيه داكشي اللي قريتو المنظم ديال المتجهه اي يساوي واحد المنظم ديال المتجهه جي كيساوي كي واحد المنظم ديال المتجهه كا كي كيساوي واحد الوغ المتجهه اي والمتجهه جي والمتجهه ك كيتسماو دي فيكتور اونيتيغ او يعني المنظم ديالهم كيساوي واحد صافي مزيان أول حاجة حنا قلنا غنهضرو على لي كوردوني كارتزيان. أول حاجة شنو المعنى ديال لي كوردوني الإحداثية زعما زعما حنايا في الماط ولا في الفيزيك ولا شنو هو الدور ديال لي كوردوني علاش كنحتاجو لي كوردوني دابا لي كوردوني الإحداثيات أرى الهدف من هو نحدد الموقع ديال شي حاجه البوزيسيون ديال شي حاجه غير مثال الا قلت لك انا انا مثلا انا انا سميتي جمال اوجد مثلا كنقول لك حاليا في هذه اللحظه هادي. راني في واحد الموقع جوج أربعة خمسة غير مثال جوج أربعة خمسة شو المعنى ديالها زعما الاوف سول ديالي هو جوج الاورتوب ديالي هو أربعة والانسوب ديالي هو خمسة بحال دابا تخيل معايا مزيان هاد الوريقة هادي هذا محور الأفاصيل هذا محور الاراتيب وهذا محور الاناسيب هو السيلو شوف معايا مزيان هذا هو او اكس وهذا هو او إيجرك وهذا او زد انا الا لك انا انا ولا شي حاجه جيت في الموقع جوج ثلاثة خمسة شنو هي جوج ثلاثة خمسة يعني على الافاصيل عندي جوج وعلى الاراتيب عندي ثلاثة وعلى الاناسيب خمسة مثلا نقول هنا في هذا المنقطة هذه فين حتى صبعي يعني شنو المعنى ديالي المعنى ديالي الافصول ديالي هو جوج الأرتوب ديالي هو ثلاثة، والأنسوب ديالي هو خمسة، جوج ثلاثة خمسة، يعني أنا شنو كنقول لك؟ لي كوردوني الدور ديالهم هو يحدوا لي الموقع ديال شي حاجة، أول حاجة غنهضرو عليها هما لي كوردوني كارتيزيان واللي كتعرفوهم كاملين، اللي هما إكس و وزد ألوغ شنو هما لي كوردوني كارتيزيان؟ هو إكس و وزيد، اتفقنا؟ صافي اتفقنا اذا شنو غادي نكتب هنايا لي كوردوني ها هما انا نسجلهم لك لي كوردوني كارتيزيان الوغ شنو هما لي كوردوني كارتيزيان كاينين ثلاثة ثلاثة كيتسموا لي كوردوني كارتيزيان شكون هما هما اكس و ايغريك و زد صافي و والاورتوب والانسوب هادو كيتسماو لي كوردوني كارتيزيان لي كوردوني كارتيزيان بحال دابا مثلا انت كتاخد واحد النقطة على الله هادي واحد النقطة ام هادي نقطة ام هاد النقطة ام راها عندها اكس ديالها وعندها ايكريك ديالها وعندها الزيد ديالها الوغ اكس و ايكريك و الزيد كيتسماو لي كوردوني الاحداثيات الديكارتيه صافي؟ إذا كل نقطة، كل نقطة من الفضاء عندها دي كوردوني كارتيزيان اللي هما إكس وإيكغيك وزيد، اتفقنا؟ مزيان. دابا هادو تفاهمنا شكون هما لي كوردوني كارتيزيان. غادي نهضر على واحد الحاجة أخرى اللي هي هاد المتجهة هادي أو إم، شفتوا هاد المتجهة هادي؟ إلى سولتك، دابا نتوما نتوما في الماط ملي كتبغي شي متجهة، متجهة ملي كتبغي تعرف الاحداثيات ديال المتجهه الاحداثيات الديكارتيه شنو كدير بحال دابا بصفه عامه بصفه عامه خديت انا واحد المتجه انا كتبه واخا غير متجهه ا عندك المتجهه ا بي دابا انت شنو بغيت دير بغيت تعرف شكون هو الاوف ديالها شكون هو الاورتوب ديالها شكون هو الانسوب ديالها شنو كدير كتبدا من بي وكترجع ل ا شنو كدير اكس بي ناقص اكس ا هذا هو الاوف اذا الافصول ديال المتجهة أ بي هو إكس بي و إكس أ شنو هو الأرطوب؟ إيكغيك بي موا إيكغيك أ شكون هو الأنسوب؟ زد بي موا زد أ صافي هادشي اللي كدير دابا أنا شنو بغيت؟ بغيت هاد المتجهة هادي أو إم بغيت المتجهة أو إم نعرف شنو هما الإحداثيات ديالها ألوغ شنو هما الإحداثيات ديال أو إم شنو غادي ندير؟ إكس ديال النقطة ام ناقص اكس ديال النقطة او، شوف شنو غادي ندير، اكس ديال النقطة، انا غاسمي غي اكس، ناقص اكس ديال النقطة او، عاوتاني نمشي للأرتوب شنو غادي ندير، إيكغيك ديال النقطة، انا سميتو غي إيكغيك، ما درتش إيكغيك ام، ناقص إيكغيك ديال النقطة او، وندير بعد، زد ديال النقطة ام ناقص زد ديال النقطة او، أصلاً النقطه او شكون هما الاحداثيات ديال النقطه او معروفين او هي اصل المعلم بما ان او هي اصل المعلم اذا شكون هما 0 0 0 يعني XO 0 واي 0 زد 0 بمعنى بمعنى او بطريقه اخرى شكون هما الاحداثيات ديال المتجهه او ام لي كوردوني لي كوردوني كارتيزيان ديال الفيكتور او ام ديال المتجهه او ام اذا اكس او زيرو اذا شنو غادي نكتب غنكتب غير اكس فاصله اي ديال او زيرو مشات غادي نكتب غير اي زيد ديال او مشات زيرو شنو غادي نكتب زيد اذا شنو كتلاحظوا كتلاحظوا واحد الحاجه مهمه باللي النقطه ام والمتجهه او ام عند من نفس الاحداثيات لحقاش شكون هما الاحداثيات ديال ام شوف معايا مزيان الاحداثيات ديال ام هما اكس واي والز اذا شنو كتلاحظوا ليكوردوني ديال ام هما نفس لي كوردوني ديال او ام شكون هو السبب السبب ان ليكوردوني ديال او 0 0 0 اذا شوف معايا مزيان المتجهه او ام المتجهه او ام شكون هما ليكوردوني ديال الاحداثيات ديال غادي ندير إكس وغادي ندير إيكغيك وغادي ندير زد صافي شكون هو إكس؟ إكس عرفتو الأفصول ديال من؟ راه هو الأفصول ديال النقطة إم إيكغيك هو الأرتوب ديال النقطة إم زد هو الأنسوب ديال النقطة إم بمعنى المتجهة أو إم والنقطة إم عندهم نفس الإحداثيات صافي اتفقنا على هادي دابا شنو كنجي ندير؟ كنكتب بحال هكا كنكتب أو إم شنو كنجي هاد او ام شحال عندها في عندها اكس كنجي كنكتب اكس وكندير حداها اي المتجهه اي زائد شحال هو الاورتوب ديال او ام الاورتوب ديال او ام هو ايغريك اذا غادي نكتب و ونزيد حداها جي ا آه زائد شحال هو الانسوب ديال او ام الانسوب ديال او ام هو زد اذا غادي نكتب زد ونزيد حداها كا فهمتوني دابا اذا المتجهة أو أم هي إكس إي بلس إيكغيك جي بلس زد كا شكون هما إكس و y و زد هاد إكس و y و زد هما لي كوردوني كارتيزيان ديال أم هما لي كوردوني كارتيزيان ديال أم الإحداثيات ديال النقطة أم إذن هذه هي المتجهة أو أم واش اتفقنا يلا الله يحفظكم شوف باش نمشيو حنا غير خطوة خطوة وما نزربوش كان شي مشكل الله يحفظكم انا راني كنشوف التعليقات كان شي بروبليم كتب لي دابا المشكل كان هذا الشيء مفهوم كتبوا لي الله يحفظكم كاملين الا كان الا كان الا كان مفهوم كتبوا لي راه مفهوم صافي باش انني ندوز لحاجه اخرى يلا كنظن هادو راه واضحين غير كان شي واحد ما فهمش ولا هذا غير كتب لي يعني ميساج يلا دابا حنا حددنا الاحداثيات ديال المتجهه او ام باش ندوزو نهضروا على واحد الحاجه اللي سميتها فيكتور déplacement élémentaire يلا نتسنا لي كومونتير ديالكم اي مو كان فمه الله اختكم كتبوا لي راه واضح كان شي مشكل نعاودوا هادشي صافي يلا باش ندوزو نهضروا على الفيكتور ديبلاسمون اليمنتير بالعربيه متجهات الانتقال الجزئي متجهات حتى اللي ما عرفش بغيت بالعربيه المهم غير تقريبي ماشي زعما شي ترجمه صحيحه 100% المهم هي هذه متجهات الانتقال يعني الديبلاسمون اليمونتير اليمونتير يعني جزئي صافي متجهات الانتقال الجزئي واخا اول حاجه شكون هي هذه المتجهه هذه دي فيكتور ديبلاسمون اليمونتير شنو المعنى ديالها تخيل تخيل معايا مزيان هاد النقطة ام كتحرك غير مثال دي بلاصات أه كنا هنايا شوية دي بلاصات ولات هنايا مثلا هنايا نسميها ام بريم شوف معايا مزيان شوف معايا انا رسم هاد المتجهة بالاحمر باش باش تعرفوا على من كنهضر كنهضر على المتجهة ام ام بريم شتو هاد المتجهة هادي مني ماشية راها ماشية من ام لعند ام بريم هاد المتجه هادي شوف معايا مزيان انا باش نشرح لكم بعدا باش تفهموا مزيان عندنا النقطه ام وشوف معايا مزيان النقطه ام شنو هما الاحداثيات ديالها عندها في الاحداثيات اكس وعندها ايغريك وعندها زد وشوف معايا مزيان وفهمني صافي هذيك الفيكتور هي نفسها لو فيكتور فيتيس لا مازال ما هضرناش ما على الفيكتور فيتيس تل تل السينيماتيك ان شاء الله غادي نهضروا على لا فيتيس صافي واخا شوف معايا مزيان خديت النقطه ام النقطه ام شنو هما الاحداثيات ديالها عندها اكس وعندها ايغريك وعندها زد تري بيان مزيان هذه النقطه أم. شنو غادي ندير انا دابا غادي ناخذ واحد النقطه اخرى سميتها ام بريم ولكن ولكن شوف معايا مزيان النقطه ام بريم جد 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 سير كتكمل مليار فوا قريبة من ام قريبة بزاف من النقطة ام يعني ام بريم بحال اللي غادي نقولو شي ناس جيران ديالكم حدا داركم لاصقين جيران يعني النقطة ام بريم هي الجارة ديال ام جد قريبة من النقطة ام الوغ إذا كانت النقطة ام والنقطة ام بريم متقاربين بزاف تقريبا متلاصقين هذه حدا هادي في نظركم الاحداثيات ديالهم غادي يكونوا متقاربين ولا لا دابا انا هذا السؤال انتم جاوبوني في لي كومونتير واش سمعني مزيان السؤال واش الاحداثيات ملي كنقول الاحداثيات يعني لي كوردوني كارتيزيان كنهضروا على لي كوردوني كارتيزيان واش الاحداثيات ديال ام بريم و ام متقاربين ولا ما متقاربينش جاوبوني غير في الكومونتير الا كانوا متقاربين قولوا لي متقاربين ما متقاربينش قولوا لي ما متقاربينش بحيث شوف معايا مزيان النقطه ام بريم جد جد قريبه من النقطه M تري تري بروش من النقطة ام قريبه بزاف من النقطه ام بحال اللي غادي تضربها براسك قريبه منها نتوما جاوبوني في التعليق قولوا لي دابا واش الاحداثيات ديال النقطه ام بريم حتى قريبين من الاحداثيات ديال النقطه ام يلا جاوبوني غير دابا المنطق حنايا باش نتعرفوا هاد شنو كاين مزيان تري بيان برافو عليكم ها قلت بانهم تقريبا غادي يكونوا بحال بحال مزيان نعطيك انا غير مثال بحال دابا الا كان النقطه ام آه مثلا نقولوا الافصول ديالها الافصول ديالها يعني اكس نقولوا الافصول ديالها آه جوج ياك شحال غادي يكون الافصول ديال النقطه ام بريم غادي عرفتي شنو غادي يكون غادي يكون مثلا جوج فاصله صفر 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 واحد مثلا او واحد فاصلة تسعود 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 المهم قريب من جوج اه يعني إذا كانت اكس هي جوج الاوفصول ديال ان بريم غادي يكون قريب من جوج يعني جوج فاصلة صفر 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 شي حاجة ولا واحد فاصلة تسعود تسعود بحال هكا اذا شوفوا معايا مزيان انا ما غاديش نبقى نكتبو بالارقام بطبيعة الحال متقاربين مزيان شوف معايا مزيان شنو غادي نكتب شوفوا هاد الحاجة اللي غادي نكتبها وقولوا لي واش رياضيا فهمتوها شنو غادي نكتب غادي نكتب اكس بلس دي دو إكس واش فهمتوا هاد الكتابة هادي ولا شوفوا معايا مزيان أفصول أفصول النقطة إم بريم هو إكس بلس دي دو إكس والأفصول ديال النقطة إم هو إكس الله يحفظكم إذا آه، كانت مفهومة كتبوا لي أوكي نجاوب غير واحد الطالب راه لي الآخر ما طلعلوش يمكن لايف نجاوبو على الميساج ديالو جاني الميساج ديالو آه، نجاوبو كاين اللي ما طلع لهمش اللايف واخا دخلوا الباج ما طلع لهمش اللايف <applause> هاي آه، صافي دونك راك في اللايف ادخل أه، 17 بغيت نصيفط واحد الميساج دونك ماشي مشكل واضح شوفوا معايا مزيان آه واخا باش نرجعوا لنفس الموضوع قلت لكم النقطه ام بريم هذه كتابه رياضيه وخصك تفهمها شنو المعنى ديال اكس بلس دي دو اكس واخا ها هو جاني واحد الميساج قال لك ما فهمتش داك دي دو اكس عرفتي شنو هي دي دو اكس بحال اللي غادي نقول لك غادي نمشي نمشي نع... انا للسوق ونقول لك اعطيني واحد الكيلو مثلا ديال اللحم كيلو ديال اللحم ورابعه كيلو رابعة ولا كيلو وغير و... لا لاش رابعة بزاف كيلو مثلا و10 غرام غادي نشري انا كيلو ديال اللحم و10 غرام داك 10 غرام الى قارنتها مع كيلو ديال اللحم واش 10 غرام هي كيلو 10 غرام راه صغيرة مقارنة مع كيلو الوغ داك ال10 هي دي دو اكس يعني شوفوا معايا مزيان انا باش نفهمك غير باش تفهموني باش اللي ما فهمش يفهم شنو المعنى ديال الكتابه دي دو اكس مثلا تخيل لك كان اكس هو جوج شكون هو اكس اكس هو الافصول ديال النقطه ام دابا الى هذا انا ندير لك هنا اكس ديال النقطه ام اكس ديال النقطه ام هو جوج اكس ديال النقطه ام بريم مثلا نقولو حنايا جوج فاصله صفر 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 واحد شنو هي جوج فاصله صفر صفر واحد هي جوج زائد صفر فاصله صفر صفر صفر، واحد إذا هاد الجوج راه هي إكس، عرفتو شكون هي صفر فاصله صفر 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 واحد؟ هي دي دو إكس، فهمتوها؟ هاد صفر فاصله صفر 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 واحد هي دي دو إكس، يعني أفصول النقطة أم بريم، شكون هو الأفصول ديال النقطة إن بريم؟ هو أفصول النقطة إن زائد واحد شوية زائد واحد دي دو إكس، صافي اتفقنا؟ فهمتو دابا المعنى ولا ما فهمتوش؟ لاحظكم إلا كنتو فهمتوا المعنى ديالها باش شوف باش نمشيو لأن مازال غادي هاد الكتابه دي دي دو إكس دي ديال رو دي ديال زيد غنبقاو دائما دي هاد هاد الحرف هذا دي دي كتعني واحد الحاجة اللي هي صغيرة بزاف دي دو إكس بحال دابا إذا كان إكس هو جوج شكون هي دي دو إكس هي إيه صفر فاصلة صفر صفر مثلا واحد فهمتوني دابا المعنى؟ ألوغ إذا كان إذا كان الأفصول ديال النقطة إم هو إكس اذا شكون هو الاوفسول ديال النقطة ان بريم الاوفسول ديال النقطة ان بريم هو اكس وزائد واحد شوية سميته انا دي دو اكس مزيان دوز معايا الى كان شوف معايا مزيان الى كان الى كان الاورتوب ديال النقطة ام هو ايكريك يلا جاوبوني في الكومنتر قولوا لي شكون غادي يكون الاورتوب ديال النقطة ان بريم هنا شنو غادي نكتب دابا انا دابا في الاوف كتبت اكس زائد ديد دي اكس هنا شنو غادي نكتب نتوما قولوا لي شنو غادي نكتب بطبيعة الحال داك دي دو إكس أنا ما قلتش بأن موجبة، تقدر تكون موجبة تقدر تكون سالبة، بحال دابا إلا كانت واحد فاصلة راه غتكون جوج ناقص صفر فاصلة صفر صفر بحال هكا، صافي؟ يلاه شنو غادي نكتب دابا؟ إلا كان الأرتوب ديال النقطة إم هو إكغيك، أشنو غادي يكون الأرتوب ديال النقطة إم بريم؟ يا ها مزيان تخي بيان هانتوما دابا مزيان، إكغيك بلس دي دو إكغيك، ترى بيان دابا عرفتو شكون هو دي دو يغ دي دو يغ هو داك الفرق داك الفرق ما بين ما بين ما بين, بين الاورثوب ديال ان بريم والاورثوب ديال ان الفرق الفرق ما بين الأورتوب د ان بريم و ام هو دي دو يغ مزيان وبنفس الطريقه شنو غادي يكون الانسوب ديال النقطه ان بريم غادي يكون زد بلس دي دو زد صافي تخي بيان دابا احنا شنو قلنا قلنا واحد الحاجه اللي هي مهمه قلنا باللي النقطة ام بريم والنقطة ام بريم النقطة ام عفوا سو تخي تخي بخوش واحد من جوج نقيطات اللي هما متقاربين بزاف متقاربين بزاف اذا الا كانوا الاحداثيات ديال ام هما اكس و اي و غادي يكونوا الاحداثيات ديال ام بريم هي اكس بلس دي دو اكس اي بلس دي دو اي و زد بلس دي دو زد لحقاش متقاربين دابا شنو غادي ندير انا مزيان حددت هادو تخي بيان غادي نجي ناخذ ورقه اخرى ها هي نعاود نكتب داكشي اللي كتبته لان غنحتاجو نعاود نكتب ام قلنا اكس ي زد تري بيان ياك وقلنا ام بريم شكون هما اكس بلس دي دو اكس ياك ي بلس دي دو ي زد بلس دي دو زد تري بيان دابا عرفتو شنو غادي ندير ساقوم بتحديد احداثيات المتجهه ام ام بريم شنو كندير دابا انا غادي نحدد الاحداثيات ديكارتية لي دي كوردوني كارتيزيان ديال من ديال المتجهه ام ام بريم حتى المتجهه عندها احداثيات ولا ما عندهاش عندها يلا الله يحفظكم قولوا لي نتوما دابا في الكومونتير شنو غادي يكونوا الاحداثيات ديال المتجهه ام ام بريم ياك عندنا الاحداثيات ديال ام ها هما الاحداثيات ديال ام بريم ها هما دابا خرجوا لي ديال ام ام بريم طبعا الحال كتعرفوا شنو كندير كندير الاوف ديال ام بريم ناقص الأوفصول ديال إم عاوتاني شو كندير هنايا الأورتوب ديال إم بريم ناقص الأورتوب ديال إم الأنسوب ديال إم بريم ناقص الأنسوب ديال هكا كنخدم إكس ديال النقطة إم بريم ناقص إكس ديال النقطة إم إيكغيك ديال إم بريم ناقص إيكغيك إم زد إم بريم ناقص زد إم إذا شنو غادي يكون شحال هو الأوف ديال إم بريم قولوا لي الأفصل ديال إم بريم ها هو فين مكتوب شتو هو إكس زائد دي دو إكس أشنو غادي نقص منه غادي نقص منه الأوف ديال إن تخي بيان هما خرجو الأجوبة شكون هو الأوف ديال إم هو إكس تخي بيان نمشيو للأرطوب شكون هو الاورتوب ديال إم بريم هو إيكغيك بلوس دي دو إيكغيك ناقص الأورتوب ديال إم هو إيكغيك تخي بيان زائد نمشيو للأنسوب شحال هو الأنسوب ديال إم بريم هو زائد بلس دي دو زد ناقص الانسوب ديال ام اللي هو زد صافي هذا الشيء اللي يعني. كاين كنرجعوا للميكانيك دو بوان بالنسبه للناس ديال البروميير اني في صحاب بيولوجي دونك ام ام بريم شنو غادي تكون عندك اكس وعندك ناقص اكس مشات شنو غتبقى دي دو اكس و ناقص Y مشات بقات دي دو Y زد و ناقص زد مشات بقات دي دو زد شتي إذن المتجهة أم أم بريم شكون هما الإحداثيات ديالها كاينين ثلاثة في الأوفصول عندها دي دو إكس في الأرتوب عندها دي, دي إكغيك وفي الأنسوب عندها دي زد شكون هو دي إكس إكس دي, دي إكس هو داك صفر فاصلة صفر صفر ولا ناقص صفر فاصلة يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب دونك هذا دي اكس دي واي دي زد واخا بالنسبه لسهولهنا دابا قال لك شنو كنديرو راحنا قلنا كنراجعوا الميكانيك دو بوان ماتيريال الناس ديال بروميير اني تخصص بيولوجي في الجامعه صافي لا فاك دونك دي دو اكس دي دو واي دي لو زد شوفوا معايا مزيان حنا شنو قلنا واخا نكتبوها دابا دابا غادي نكتبوا القاعده ديالنا النتيجه ديالنا بصفه عامه ام ام بريم قولوا لي شحال عندها في الاوف المتجهه ام ام بريم شحال عندها في الاوف عندها دي دو اكس اذا غادي نكتب دي دو اكس وشنو كنزيد حداها كنزيد حداها اي زائد شحال عندها في الاورتوب عندها دي دو اي غادي نكتب دي دو اي شنو غنزيد حداها جي زائد شحال عندها في الانسوب دي دو زد وغادي نزيد حداها كا. شوفوا معايا مزيان النقطه شوف معايا مزيان وركز معايا مزيان الله يحفظكم النقطه ام والنقطه ام بريم شنو قلنا عليهم قلنا عليهم متقاربين بزاف سون تري بروش اذا المتجهه ام ام بريم عندها واحد السمية كتسمى هي هذه اللي كتبتها هنا فيكتور دي بلاسمون عرفنا دابا شكون هي الفيكتور دي بلاسمون اليمونتير اذا الفيكتور دي بلاسمون اليمونتير هي المتجهه ام ام بريم بشرط كاين واحد الشرط النقطه ام والنقطه ام بريم متقاربين حنا ما غاديش نكون نكتبوا ام ام بريم غادي نرمزوا لها واحد الرمز اخر شوفوا معايا مزيان هاد المتجهه ام ام بريم غادي نعطيها واحد السميه اخرى غادي نسميها دي ديال او ام او نقدروا نسميوها حتى دي دو ال هادو هادو رموز شوف معايا مزيان مني تشوف انت دي دو ال ولا دي ديال او ام هادي شنو سميتها يعني بالفرنسيه فيكتور دي بلاسمون اليمونتير وشكون هي هي المتجهه ام ام بريم شنو هما الاحداثيات ديالها دي دو اكس -E اي بلس دي دو واي جي بلس دي دو زد بطبيعة الحال هاد في لي كوردوني زيان الله يحفظكم إلا كانت واضحة أنا نعاود نسجل سميتها شنو سميتها هادي سميتها فيكتور ديبلاسمون إليمونتير إلا كانت واضحة كتبوا لي في الكومونتير باللي فهمنا هذا الرمز وفهمنا هادشي. الشيء ال علاش قال لك زينب قال لك علاش درت دي دو ال لحقاش ال شنو هي ال ال كيعني طول بالفرونسي لونغور يعني طول دي دو ال المتجهه ال هاد المتجهه ال هي بحال شي طول اصلا هاد فين هي المتجهه ام ام بريم ها هي شفت هاد المتجهه ام ام هذا طول ولا ماشي طول راه واحد الطول واحد المسافه نقدر نسميها دي دو ال لحقاش اش سميناها ال صافي دونك دي دو ال كنسميوها دي دو ال كنسميوها دي, دي دو ام تقدر تسميها حتى ام ام بريم الاغلبيه ديال الرموز كنستعملوا دي دو ال ولا دي دو ام صافي وسميتها بالفرنسيه فيكتور دي بلاسمون اليمون دابا انا الا جيت سولتك شي نهار ولا سولك شي واحد قال لك اسيدي الفيكتور دي بلاسمون اليمونتير الا قال لك شنو هما لي كوردوني كارتيزيان سمع مزيان لي كوردوني كارتيزيان ناكد عليها لي كوردوني كارتيزيان الا قال لك شنو هما لي كوردوني كارتيزيان ديال الفيكتور دي, دي بلاسمون اليمونتير تقول له عنده ثلاثه في الاوفسول عنده دي اكس في الاورثوب عنده دي اي في الانسوب عنده دي سي متفقين واضحه الامور ايوا هذه هي شوف معايا مزيان هذا الفيكتور دي بلاسمون اليمونتير مازال غادي نحتاجوها تف في لي كوردوني سيلندريك واش واضحه الفكره اذا استطعنا نبرهنوا أشناهما الاحداثيات الديكارتيه كارتيا لي كوردوني كارتيزيان ديال الفيكتور دي, دي اليمونتير وا غادي يبقى مسجل ضروري ساره غادي يبقى مسجل لايف غير تبع واخا الله دخلت ماشي مشكل لان هادشي تقريبا راه غادي تفهمو ما غاديش تلقى فيه مشكل اتفقنا يلا الله يحفظكم كان واضح مفهوم انا ما بغيتش نزرب عليكم كان واضح مفهوم كتب لي اوكي باش نشوفو حاجه اخرى ومن بعد ندوزو لي سي لا ندغيك لي كوردوني سي لا دريك خصكم تركزوا شويه معايا يلا يلا إذا كان واضح كتب لي اوكي كان شي مشكل شي تساؤل طرح السؤال ديالك يلاه لكن هذا الشيء واضح اكد لي بالميساج يلاه باش نمشي خطوه خطوه اوكي مزيان دائما دائما راح نخدمين في لي كوردوني كارتيزيان في لي كوردوني كارتيزيان تري بيان يلاه مزيان بيان سير على الله صافي غندوز مزيان يلا باش نواصلوا مع لي كوردوني اوكي okay. يلا غنهضروا دابا على واحد الحاجه مهمه في في لي كارتيزيان اللي هو الفوليوم فوليوم هذه راها او وغيمثلوا ما او هذه صافي او فوليوم اليمونتير كاين لي سورفاس اليمونتير ما غاديش نهضر عليهم غادي نهضر على الفوليوم اليمونتير مزيان تخيل عندك دائما شوف دائما خدام في كوردوني كارتيزيان دابا لي حتى الساعه مازال في كوردوني كارتيزيان مازال ما هضرت لا على سيلندريك ما هضرت على سفيريك يلا دائما غناخذ الروبير ديالي عندي واحد الروبير اورتونورمي ديغيكت المهم او اكس ي زد المهم الى اخره المتجهه اي جي كا ولا سميها اللي بغيت ولا او ان او دو او 3 المهم ماشي مشكل غادي ناخذ شنو هو الفوليوم فوليوم اليمونتير يعني واحد الحجم اللي هو صغير بزاف فوليوم يعني حجم اليمونتير يعني جزئي ملي كنقول لك كلمه اليمونتير يعني شي حاجه صغيره غادي ناخذ واحد الحجم صغير وغادي نحسبه باستخدام غادي نحسبه باستخدام لي كوردوني كارتيزي انا غادي نرسمه انا غير غادي نرسمه كبير بحال هكا ولكن هو نورمالمون ماشي كبير غادي فهمت انا غير رسمته بحال هكا دابا هذا دا بحال بحال شي مكعب وانا غادي نحسب الحجم ديال هذا المكعب طبيعه الحال المكعب هذا غير انا رسمته هكا راه صغير بزاف صافي الوغ الحجم ديال هذا المكعب كامل سميتو دي دو في ما سميتوش في انتما موالفين شنو كتقولوا للحجم كترمزوا له بحرف في الحجم ملي كيقول لك حسب لي الحجم ديال شي حاجه شنو كدير كدير في تساوي انا زدت حدا في زدت حرف دي علاش ست حرف دي علاش قولوا لي في الكومونتير الله يحفظكم علاش علاش ما في وكتبت دي دو في دي دو في ما انا في شنو السبب نشوفكم واش فهمتوا هذا الشيء اللي هضرنا عليه علاش ما كتبتش في وكتبت دي دو في نشوفوا الاجوبه ديالكم يلا باش نحسبوا شنو هو دي دو في اللي هو الفوليوم اليمونتير جاوبوني غير في الكومونتير قولوا لي علاش اختاريت هاد الكتابة هادي دي دو في وما كتبتش في, في شنو السبب واخا كل واحد يجاوبني شوف داك الفكرة اللي كدور لك في الراس حطها لي داكشي اللي كيدور لك في دماغك كتبو واخا كل واحد والفكرة ديالو انا غادي نقرا لي كومونتير ونشوف اها يلاه البقية علاش كتبنا دي دو في وما كتبناش في رغم ان نتوما عارفين بان في هو الحجم هاكاك مزيان تخابيع ها نتوما دابا فهمتو اذا كتبنا دي دو في لان الحجم هاكا كي داير الحجم صغير بزاف واخا اللي انا شنو درت بحال درت لو زوم درت له عمليه زوم ولكن هو نورمالمون صغير بزاف كاينه ولا لا هاكاك اليمونتير تري بيان صار اليمونتير يعني المقصود بها صغير اذا ملي كنقول فوليوم اليمونتير اذا كنرمزو له بالدي دو في ماشي في جزئي هو هذا المعنى مزيان نتوما كاملين كتعرفوا الحجم شنو هو الحجم ديال شي حاجه الطول في العرض في الارتفاع ياك يعني بحال المكعب غنشوف الطول في العرض في الارتفاع وخلو المكعب يكون عنده الحروف كاملين متساويين ماشي مشكل دابا نقولوا هذا هذا شحال غادي يكون الطول دابا شنو غادي ندير غادي ندير هذا اللي لونته بالاحمر مضروب في هذا مضروب في هذا بحال داك الشكل الطول في العرض في الارتفاع اذا لاحظتوا هذا مع من ماشي راه موازي مع اكس وهذا موازي مع Y وهذا موازي مع زيد اذا هذه هاد المسافه هذه راه صغيوره باش ما تنسوش. راه هذا الحجم هذا صغيور بما ان الحجم صغيور حتى هذا هاد المسافه هذه هاد المسافه هذه غتكون صغيره وهاد المسافه هذه غتكون صغيره وهاد المسافه هذه هاد غتكون صغيره هاد المسافه هذه هاد الاولى مع من ماشيه ماشيه مع اكس غادي نسميها انا دي دو اكس شتي اذا هذه المسافه الصغيره شنو سميناها دي دو اكس علاش سميت لنا دي دو اكس لحقا صغير شنو هي دي دو اكس مثلا صافر فصيلة صافر 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 واحد صغيرة هذا هو دي دو اكس وهذا هذا مع من ماشي ماشي مع ايغريك اذا شنو غادي نسمي هذا غنسميه دي دو ايغريك وهذا اللي طالع على الفوق هكا مع من ماشي ماشي مع الزد اذا شنو غادي نسميه انا دي دو زد دابا تقد واش مفهوم الفكره علاش ما نخدموش بي في مثلا ما فهمتش السؤال ديالك علاش ما نخدموش بي في السؤال اللي سولولي سي امين عاود الله يحفظك كتب لي غير الصيغه السؤال باش نفهمك علاش هضرت باش نناقشوا هذا الموضوع هذا يلا اللي فهمني الله يحفظكم هذا 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 من هنا لهنا سميتو ديد اكس هذا سميتو ديد واي وهذا سميتو دي زد واش واضحه دابا نتوما قولوا لي الان كم يساوي الحجم الدي دو في شنو غادي نكتب هنا شنو غادي نكتب عاود لي الصياغه سي امين داك السؤال باش نفهم شنو شنو قصد السؤال ديالك وعلاش قلت لي علاش ما نكتبوش بي في اوكي اوكي يقولوا لي شنو غادي نكتب دابا انا في الجواب. انا سولتكم الله يحفظكم شنو غادي نكتب دابا هنايا كم يساوي هذا الحجم الحجم ديال هذا المكعب ولا هذا المتوازي المستطيلات نسميوه متوازي المستطيلات شنو هو الحجم ديالو اشنو هو الحجم ديال هذا المتوازي المستطيلات ثم كتعرفوا متوازي المستطيلات الحجم ديالو هو الطول في العرض في الارتفاع يلا وجاوبوني الله شوف كل واحد يعطيني داكشي اللي كيدور له في راسو دابا انت شفت الوضعيه ها الوضعيه عندك هذا الطول ديالو ديد اكس هذا الطول ديالو ديد ايغريك وهذا الطول ديالو ديد زد دابا كتب لي الحجم شحال غيكون دي دو في في, في. نظرك هاكا ها هما الاجوبه بدا كيبانو زيدوني لي لاحظتكم اجوبه اخرى باش نديرو الريزلتا ديالنا فينا يلا غادي نسجل انا النتيجه هنايا يلا باش نكتب الجواب اذا كما قالوا اذا حنا شنو كنعرفوا الحجم الحجم ديال المتوازي المستطيل الطول في العرض في الارتفاع شحال هو الطول ديال هذا دي دو اكس اذا غتكتب دي دو اكس فاش مضروبه مضروبه في هذا هذا شحال هو دي دو فاش مضروبه مضروبه في هذا اللي هو دي دو زد اي وصف. هذا هو شنو سميتو هذا الفوليوم اليمونتير ولكن شنو خدمنا خدمنا لي كوردوني اياش لي كوردوني كارتيزيان لي كوردوني كارتيزيان صافي يلا انا باش ما نطولوش فهاد لي كوردوني صافي سليناهم بارك علينا من هذي لي كوردوني كارتيزيان كخلاصه كخلاصه هادشي مني كنقول لك انا الاحداثيات قلنا شنو هو الدور ديال الاحداثيات الاحداثيات الهدف منهم هو تحدد لي الموقع ديال شي حاجه ملي كنقول لك انا انا جيت في الطبقه رقم ثلاثه وراك عرفت الموقع ديالي ملي غادي نقول لك انا الاوفسول ديالي واحد والاورتو بجوج والانسو بثلاثه راه غتعرف الموقع ديالي اذا هذا هو الدور ديال اللي كوردوني علاش كتبنا بالضبط دي لو في وما كتبناش شي حرف اخر أه بي في ولا تي اه فهمتك دابا السؤال واخا الحرف دي واخا هذه خصها خصها لايف خصها لايف نقاش هذا الموضوع هذا الحرف ديال دي جايه من واحد الكلمه في الرياضيات اللي سميتها ديفيرونسيال ديفيرونسيال. كاينه في الماط، كاينه الديفيرونسيال. وهذا الديفيرونسيال اللي كاينه في الماط عندها علاقه بالفيزيك. شنو العلاقه؟ الديفيرونسيال ديال واحد الدالة. كنقول حنا في الماط كنكتبو بحال هكا. يعني باش نجاوبو غير السؤال ولو, ولو هذا خصو لايف، خصو حصة باش نهضرو على دي دو اف. شنو هي الدي ديال اف؟ يعني الديفيرونسيال ديال الفونكسيون اف. والديفرنسييل عنده كاين في الماط في الماط التعريف ديالو هو هذا هذا نعطيك التعريف ديالو في الماط اف بريم دو اكس دي دو اكس بحال هكا صافي هذا التعريف ديالو في الماط ولكن عنده علاقه بالفيزيك شنو العلاقه ديالو بالفيزيك الديفيرونسيل ديال فونكسيون في الفيزيك شنو المعنى ديالها اللي معنى ديالها هي هي واحد الفارياسيون ديال فونكسيون اف لان الفونكسيون اف كاتشونجا بالنسبه لواحد لا فارياسيون صغيوره ديال الفاريابل اكس، انا واخا مابغيتش ندخل في هذا النقاش، اكس، اكس شنو كيتسمى؟ الفاريابل، يعني عندما يتغير اكس بواحد شويه حتى اف كتغير، الوغ داك التغير ديال اف في الفيزيك كنسميوه واحد دي دو اف، اللي هو الديفيرونسيال ديال فونكسيون اف، هادشي علاش سميناه استعملنا الرمز ديال دي وماشي تي وماشي بي، إذا جايه دي من كلمات ديفيرونسيال، صافي؟ من الكلمة ديال ديفيرونسيال. واخا اتفقنا على هذه اذا كخلاصه قلنا لي كوردوني كارتيزين كاين ثلاثه الاحداثيات ديكارتي كاين اكس وكاين اي وكاين زد صافي اتفقنا مزيان شفنا المتجهه او ام شنو هما المتجهه او ام المتجهه او ام كتكتب على شكل اكس اي زائد اي جي زائد زد ك شكون هما اكس واي وزد اكس واي وزد هما لي كوردوني كارتيزين ديال ام صافي مزيان من بعد هضرنا على الفيكتور فيكتور دي بلاسمون اليمونتير ياك وقلنا اللي كنرمزو لها باش كنرمزو لها بالدي دو ال ولا كنرمزو لها حتى بالدي ديال او ام ولا تقدر تكتب حتى ام ام بريم هاد الفيكتور فيكتور دي بلاسمون اليمونتير اللي انا كنرمز لها بالدي دو ال ولا كنرمز لها بالدي ديال او ام هي المتجهه ام ام بريم بحيث ام و ام بريم قلنا متقاربين بزاف دابا الفيكتور دي <applause> بلاسمون اليمونتير حتى هي عندها لي كوردوني كارتيزيان شنو هما لي كوردوني كارتيزيان ديالو هما دي اكس دي ايغري دي زد يعني كتكتب على شكل دي اكس اي بلس دي ايغري جي بلس دي زد ك ومن بعد هضرنا اخيرا على الفوليوم اليمونتير ولكن باش باستخدام لي كوردوني كارتيزيان قلنا دي, دي دو في كتساوي دي اكس فوا دي ايغري فوا دي دو زد ودابا غادي ننتقل لي كوردوني سيلندريك لاحظتكم الا كان واضح لي كوردوني كارتيزيان قول لي راهم واضحين يلا باش ندخلوا دابا للمهم اللي هما لي كوردوني سي امين المهم آه هذا موضوع ديال قلت لك يمكننا يمكن لنا نديروا لايف عليه ديجا كنت درت واحد الفيديو على راه كاين في اليوتيوب كنت حطيتو على هذا الموضوع ديال الديفيرونسيل ديال فونكسيون يمكن لك تشوف ذاك الفيديو وغتفهم شنو المعنى ديال الديفيرونسيل صافي مزيان بحال هذه الاسئله هذو يلا غادي ندوزو لي كوردوني سيلاندريك المهم الا كانوا واضحين لي كارتيزيان كتبوا اوكي باش ندوزو لي كوردوني سيلاندريك الله يرضي الله وهادو ركزو معايا مزيان لحقاش لي كوردوني سيلاندريك اول مره غادي تشوفوهم يعني جدادين عليكم ماشي شي حاجه اللي نقولو قريتها في الباك ولا قريتها في فهمت يعني في الثانوي يعني جديده عليك وغادي تشوفها اول مره ولهذا خصك تتبع مزيان اوت تري بيان مزيان مزيان يلا باش ندوزو صافي غير نحيد الورقه الله عنوان كلشي يكتب لي عنوان لي كوردوني سيلندريك لي كوردوني سيلندريك غير نصاب غير رسم مزيان ضروري خصني نرسم شي شويه غير باش يبانو ودابا خصك شوف فتح المخيله ديالك مزيان لحقاش باش تفهم باش مي لي كوردوني سيلندريك اشنو هما لي كوردوني سيلندريك أه في الاول هضرنا على لي كوردوني كارتيزيان وقلنا بلي هما اكس و واي و مزيان ما كاين حتى شي مشكل دابا غنهضروا على لي كوردوني اللي هما جدادين اللي هما سيلندريك هاد لي كوردوني سيلندريك ماشي اكس واي وزد شي حاجه اخرى حتى هما ثلاثه ولكن ماشي اكس وماشي ايغريك وماشي زد واخا اول حاجه باش نرسم غادي نحاول نرسم واحد الاسطوانه غير باش يبانو يقولوا يا ربي يبانو هادشي مزيان على الله يكون شك... الشكل غنحاول نكبر الشكل بحال باش يبان مزيان بحال اللي كرسم شي اسطوانه لحقاش اسطوانه هي السيلاندر بالفرنسيه ياك بحال هكا المهم راني كبرت شويه مهم هذه هي الاسطوانه دي. ياك وغادي نرسم واحد المعلم معلم او اي -E جي كا هذا هو الاصل المعلم ا أه واخا انا نكتب لك هذه سميت لاشين تدخل لي لا راه كاين واحد الفيديو تماك المهم كاين واحد الفيديو ديال الميكانيك واحد الفيديو ديال الميكانيك راه كاين غتلقى <أصبح> واحد الفيديو ديال الميكانيك وقيلا ولا جوج عقلتش على الميكانيك دو بوان ديالكم راه غتلقاه تما في لاشين وغتلقى هذا الفيديو اللي هضرت لك انا فيه على الديفيرونسييل المهم روح تماك راه غتلقى واحد الفيديو على الديفيرونسييل صافي يلا كوردوني سيلاندريك اه تقطعت الكونيكسيون يلا غادي نكمل مع لي كوردوني آ... سيلاندريك واخا كنا غادي نرسموا الروبير ديالنا مثلا هو هذا هذا هو او زد او زد مثلا هذا هو ي وهذا هو اكس صافي اتفقنا وركز معايا مزيان ركز الله يحفظك معايا مزيان مزيان باش تفهم هاكا آه باش تشوف الورقه دابا قبيله قبيله هضرنا على لي كوردوني كارتيزيان اللي هما اكس وي و زد دابا غادي نبدل ما غاديش نسمي غادي ناخذ دي كوردوني جدادين واللي هما لي كوردوني سيلندري لي سميتم رو سمع مزيان غو ولا كتلقى شي مره حرف ار انا غادي نستخدم هاد هاد الرموز هادو انا نقول لك بدا شكون هما لي كوردوني كاينين ثلاثه كاين الاول سميتو غو بحال هكا غو كاين مره كتلقى في الكتب غير في الكتب كتلقى رو شي مره كتلقى اغ صافي تقدر تلقى ار في الكتب تقدر تلقى غو حنا غادي نخدموا هاد الرمز هذا ديال غو صافي ما غاديش نخدم ار غو غادي تلقى في شي مرة في الكتب تقدر ما تلقاش في تلقى طيطا هاد الزاوية هادي زاوية زاوية تقدر تلقاها سميتها طيطا تقدر تلقاها سميتها في أنا غادي نخدم في صافي غير يعني باش ماشي مرة تلاقا باش تعرف بأن راه في هي طيطا وكاين زيد إذا لي كوغدوني سفيريك سيلاندغيك عفوا كاينين ثلاثة عقل مزيان غو هذا هو بحال اللي غادي نقول لك الأوفصول والأرثوب والأنسوب صافي الاحداثي الاول سميتو غو الثاني سميتو في الثالث سميتو زد هادو بثلاثه كيتسماو لي كوردوني سيلندريك دابا نتوما شنو غادي تقولي شكون هو غو وشكون هو في شكون هو زد ياك مزيان دابا بطبيعه الحال هذا النقطه ام هذه نقطه ام فهمتوا هاد الكتابه فهمتو كما قبيله قبيله شنو كنا كنكتبوا كنكتبو بحال هكا ام فتح القوس اكس واي زد شنو كيتسموا اكس و واي و زد كيتسموا لي كوردوني كارتيزيان ديال من ديال ام دابا لا دابا ام فتح القوس غو في زد شكون هما غو وفي وزد شنو كيتسموا هادو لي كوردوني ولكن ماشي كارتيزيان سيلندريك ديال من ديال ام لي كوردوني سيلندريك ديال ام مزيان دابا انا اول حاجه غادي ناخذ النقطه ام على الله غادي نقولوا النقطه ام هي هذه ما ما عجبك ديرها انا درتها هنايا وصافي هذه هي النقطة مازية أشكون هو فين جارو أو فين جات في أو فين جات زد واخ رو عرفتو شكون هي رو رو هي المسافة العمودية بين النقطة أم والمحور أو زد تخيل معي مزيان شوف شوف باش تفهمني أو هو قلم الرصاص اللي عندي هنا وصبعي هي النقطة أم فين هي غو غو هي المسافة ما بين الرأس ديال صبعي هذا وما بين ما بين المحور أو زد هاد القلم الرصاص يعني فين هيغو؟ هي غو هي هادي شوف تبع معايا يدي فين ماشية هادي هي هادي هي غو شتي إذا فين هي غو هي المسافة ما بين نقطة أم والمحور أو زد المسافة ولكن خصها تكون عمودية هنايا بطبيعة الحال خصني ندير إسقاط عمو عمودي ماشي تجي تقول لي حقا هي هادي غير دابا في الورقة في الورقة هادي راها ماشي زاوية قائمة خصك دير لها بحال هكا شوف معايا مزيان غادي ندير لها بحال هكا انا شوف بحال هكا سميت هادي هادي راها زاويه قائمه هنايا غير باش نتفاهموا هادي راها زاويه قائمه غير في الورقه كتبان لك انت ماشي زاويه قائمه ولكن نورمال مو زاويه قائمه اذا شكون هي غو هي المسافه ما بين النقطة ام والمحور او زد هادي المسافه هادي كتسمى غو تفقنا دابا اذا رو هي المسافه بين النقطة ام والمحور او زد بطبيعة اصغر مسافة ومن اللي كنقول لك اصغر مسافة خصك دير تشد النقطة ام ودير لها الاسقاط العمودي على او زد وكتاخد المسافة شوف معايا مزيان شنو غادي ندير غادي نشد النقطة ام وغادي ندير لها الاسقاط في المستوى او اكس اي نقطة بحال دابا تخيل الورقة هاد الورقة البيضاء مستوى انت عندي صبعي هذا الصبع ديالي نقطة بغيت ندير لها الاسقاط فين كندير لها كندير ها الاسقاط ديالها جا هنا هذا كيتسمى هذه كتسمى, كتسمى المسقط العمودي ديال النقطة ام على هذا المستوى دابا انا شنو غادي ندير غادي نشد النقطة ام اللي جاية في الفضاء وشنو غادي ندير لها غادي ندير لها الاسقاط فين غادي ندير لها الاسقاط في المستوى في المستوى او اكس او واي هذا المستوى او اكس واي دابا حنا درنا لا اسقاط طاق 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 نقولو سقطنا 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 هاهي دد 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 جات هنا نقولو جات هادي نسميها ام صغيرة شكون هي ام صغيرة ام صغيرة هي المسقط العمودي ديال من ديال النقطة ام فين في المستوى او اكس ايكغيك اذا ام صغيرة كتبها فرونسي بروجوتي اورتوغونال بروجوتي بروجوتي اورتوغونال <وضح> ديال من ديال لو فين في لو او اكس اذا شكون هي غو غو هي المسافه ما <مس> بين <مس> النقطه يعني المحور او هي